كيف الرجل مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء. مشاهدي الكرام، معنا في هذا المباشر رضوان السيد اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة، كون اسرة رغم المعاناة والحلم ديالو دابا هو يخدم، بغى غير شي مشروع صغير اللي يخدم فيه ويخدم على عائلته. رضوان عمل الاعاقة ما كانش عائق بالنسبة ليه، يعني خدام كون اسرة، ولكن دابا كما ذكر لنا مشاهدي الكرام انه 20 عام دابا مخدم تحما قبغي يخدم. خويا رضوان شنو كيقولوا لك؟ حاول تقربنا بعدا من تفاصيل القصه ديالك. ديال رضوان عندي 53 عام وما حاش بها، كنحس براسي باقي شباب وبخير، حيت من الصغر ديالي ديما متفائل، عمري ما حسيت براسي عندي الاعاقه، ما في حياتي كلها ديما متفائل وكنقول يا ربي حمدتك وشكرتك وكيعطيك الله القوه من عنده، وكنستمروا في الحياه وبخير وعلى خير. ها هي خوتي، الاعاقه عمرها ما كانت لي حاجز. امتى كتكون حاجز؟ ملي امتى كتحس براسك عندك الاعاقه؟ ملي كتمشي تبغي تخدم ولا كتبغي تعيش مع الحياة وتقرب بالناس وتخدم وداك الشيء، ديك النظرة ديال المجتمع كتجيك شوية هذاك، ما كتحس بهم بحال ما باقا ديك النظرة. خويا أيمن باقا خويا كي تكون جاي تجنبك الناس، هادي بغيت تخدم كيقول لك عندك الإعاقة، ولكن جريها هي نقولوا مريضة، واخا كتجي ثقيلة تذكر مع ها هي مريضة الحمد لله كنحركها بها، ولكن اليد صحاح نخدم بيديا، يديا صحاح اخوتي عندي يديا صحاح نخدم بيديا، يدي اللي غيخدموا ماشي رجليا، وعندي المسؤولية، عندي بنية فاطمة الزهرة، والله اخوتي من جمعنا ريشي شي عطا لي الله وكتكون راه ما ولدتها كاع، علاش اخوتي كنقول هذا كنبقى مبرزط عليها، ما تاخذوش واحد مفهوم تحسوا بيا. منين دابا مثلا اول البارح قالت لي بابا جيب لي بيكاله، قلت ما عنديش، يلاه دي ابسط حاجه من راجل عنده 53 عام تقول لي بنت جيب لي بيكاله، يا دابا ما شريتش مش شكر شو مولاي الحبيب جاتني ثقيله، علاش انا اش كندير؟ انا اش كندير انا؟ واش ما كاينش في الدنيا اش كندير؟ علاش يشرو لها الناس؟ علاش خصني نكون انا؟ حيت انا نشري لها، انا المسؤول عليها، انا المسؤول على خوسي. مني كانت فكر شما وحق يا خويا ايمن، مني كانت فكر شما خوتي كنحط لي ديالك الشما كنقول يا ربي تنورها من نورك وترزقها الصحه والعافيه، علاش خليني علاش خوتي كنقول هاد الهضره؟ علاش كنت حيت خوتي عشت الحياه في المغرب الحمد لله ونشكروه، المغرب عزيز عليا وعز عليا الشعب ديالو، خوتي كل المغاربه عزيزين عليا داخل الوطن وخارج الوطن، واي مسلم ما فقربيش غبينا. هاي علاش كنت كنقول هاد الهضره خوتي؟ حيت كون عرفت كون حسديت عيني ورقيت سامر كيقدم لي المساعده وكيتعاون معايا، واحد الدري صاحبي سمحوا لي قد قصر وقاني ديك النهار مسكين كنبيع كرينيكس ودور معايا هو يقول لي خويا بقيتي فيا، قال لي كنت عايش مع كنت عندنا في فرنسا ما يخلوكش مبرزط، كون داروا لك شي حل ما يخلوكش مبرزط بحال هكا. اجي من خويا رضوان على شي قصه انك مشيتي باش تخدم قالوا لك لا قالوا لك مثلا انا انت جربت اخويا جربت بزاف المرات، كنكون دابا مثلا انا فقت الصباح واحد كيحضر راسو حضرت راسي مشيت قدام المعمل بحالي بحال الناس وداك الشيء، كان كيدخلوا الدراري قدامي كنجي انا كنصوني كيحل عليا هذاك مشاركه ولا كون هاي خليني نهضر قبل ما نهضر معاه كيقول لي اخويا ما كايناش الخدمه ما كايناش، وكنحس به شاف الاعاقه ديالي، والله اخويا ما كنحس لا باعاقه لا والو، شكون كيحسني بها؟ وما عايش ناس يا ربي ما هذا الشيء اللي الحمد لله متعايش بخير وعلى خير، يعني قادر انك قادر نعطي وقادر بخير، ودابا خوتي كنعيش بوحدي في الدنيا بوحدي، طلقت انا ومدام راه عايشه دابا مع عايشه مع نسابي داكشي كنعيش بوحدي، وبنتي فاطمه بزاف كنحس براسي ما بزاف الحوايج انا بغيت يكون عندي مشروع ونطمئن في قلبي، وهي مولد الله يرحم ليها الوالدين هاد السيده اللي كان عندها ويحفظها لوليداتها في هاد النهار، باقي ما خرجش لها الكلا ديالها. ها البارح قالت لي اخو رضوان واش عندك؟ قلت لها محجوبه باقي ما عنديش، ديني بحال ولدها يا ربي تحفظها لوليداتها.
مره كنعطيها 50 درهم، مره 100 درهم، شكون اللي يدير معك بحال هكا؟ شكون؟ وحق الله خويا رضوان، كاين مشكل في الغايه فوق، رضوان ودابا خوتي نقص، اسمح لي اخويا ايمن، قصصت فكرت وحده، شي اصدقاء ديالي، شي ناس مقربين ليا بلا ما نجبد سميتهم، قربين ليا اش معاهم، داروا العس مؤخرا هاد الايام، ما عيطوش عليا، قلت لهم علاش؟ قالوا لي علاش؟ قلت لهم علاش؟ قال لك يشوفوك الناس يقولوا لك فقير، تحشم بينا وحق لي نتسناو في الشفاعه، تلاتة على الاساس علاش ما عيطوش عليا؟ قال لي لا يشوفوك الناس ويعرفوك هذاك ويقولوا هذا كيجيهم نحشم بهم اخويا. صحابك لا هادو بزاف كثر من صحابي، بلا ما نجبد الاسماء كثر من صحابي، بلا ما نذكر الاسماء كثر، راهم ما يعرفوا، راهم ما كيسمعوا فيا في هذا اللايف ويعرفوا. علاش؟ علاش ما ياك العس نيض نيض، علاش ما نمشيش؟ وانا اعطيني الله واحد شويه النور غادي نلبس حوايجي، كنتكالو ونحضر راسي، اسكت اخويا الله يرضي عليك، نحضر راسي حتى انا ونجلس كيعطيني واحد النور ونجلس. انا ما نقولش لكم كنجيكم، قولوا ما كنعرفوش ديروني على برا، يعني غتفرح غنفرح اخويا، غنفرح اخويا ايمن. حسيت اخويا قول لي دابا نجبرك حقك، علاش من حقك تجيب ليا؟ انا بغيتش الماكل، انا بغيت انا نمشي نفوج بحال بحال الناس ونغيرها، نقول هذاك ديما مبرزطة وداك الشيء، انا مسكين حتى هو يمشي يفرح ويمشي غير. انتوما ما تقولوش كنجيكم، ما تقولوش كنعرفكم كاع، ما تعرفونيش، دوروني عبر راني عطيوني عشا كرسي، كرسي نجلس بحالي بحال الناس ونشوف بعيني انا ونغيرها، وانا محترمه راسي ما فيها صداع لا مشاكل، ها هما الناس ديال الامن ديال هاد الناس في الاساس فاعش 50 عام في عمري، عمر ما دوجا ما وصل لهم اخوتي، هما كيشوفوا فيا على المباشر، عمر دوجا ما وصل لهم، محترم راسي. رضوان انت دابا شي معاناه شي قهر قهر قهر، كنقول الحمد لله خويا جاتنا هذه ثقيله على لساني، يا ربي حمدتك وشكرتك. علاش ملي كنقول تقول الحمد لله خويا ايمن كتحس بواحد الراحه في قلبك، ماشي بحال ما قلتيش الحمد لله، كنحس كنحس بقلبك قنت، وملي كتذكر الله كيعطيك اخويا واحد الراحه في قلبك، اخويا ايمن كيعطيك الله واحد الراحه. خوتي انا قصدت نقول هذه الكلمه، شوف اخوتي ملي كتذكر الله هذه هذا كلام الله، ملي كتذكر الله كيعطيك الله واحد الراحه في قلبك. قال لك اخوتي انتم عارفين هذه الايه، نعاودها هضرت فيها قبل واحد الصديق هضره جاب الهضره، قال لك ومن اعرض عن ذكري، زعما ما كانش كيذكرني في الدنيا، فان له معيشه ضنكا، زعما كيعيش اخوتي مضيق في خاطره، مضيق في صدره، ويوم القيامه نحشره اعمى، قال ربي لما حشرتني اعمى وكنت بصيره، زعما كنت في الدنيا بصير، خلقتني بصير. قال لي قد جاءتك اياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى، حيت كان ناسي في الدنيا، ما كانش كيجبدو، ما كانش كيذكرو. يا ربي تجعلنا من الذاكرين وترحم ضعفنا وتجعلنا من اصحاب الجنه وتبدل ذنوبي وذنوب خوتي كاملين بحسنات يا رب العالمين، حنا ضعاف اخويا ايمن. أمنية ديالي أخوتي هو يدير ليا شي محسن، راه ملي كيعطيك الله الفلوس حد الله هو الغني، ما تكبروش عليه أخوتي، حنا كاع فقراء تحت منه، من أسماء الله الحسنى الغني، يا ربي اللي عنده تزيدو اللي ما عندوش تعطيه يا رب العالمين. ها هي أخوتي كما كاينين الفقراء كاينين الأغنياء، يا ربي تزيدهم غنى على غنى يا ربي، أنا ما كنحسد حتى واحد، ها هي يتعاطفوا معه حيت الدنيا فانية ما نبقوش فيها أخوتي. كي كيدير الفلوس كيخبيهم، الموت كتجي على غفله، ما كيتنفع ما فرش بهم باش يلقى الله، ما دار بهم خاصو ما صدق منهم، كتجي على غفله. شي مشروع صغير اخويا ايمن، خوتي ما طرباش كبيره، شي مشروع صغير تدخل ليا 100 درهم في النهار. ما كراش كبير، ما كراش يكون كبير. انا بغيت دابا يكون الواحد يا خوتي، انا ما نكلفش على خوتي، عاشي حاجه على صغيره، ولي نقدني واستني وحيد مني الخلع، خوكم ديما عايش مخلع، هو مازال الدري يصور معايا البيت فين عايش، ما الثلاجه اجي اخويا تنبغيو نساليو ونصور واحد جوج دقائق اخويا، بغيت نساليو يبقى الريزو على الريزو اخوتي، ها هو البيت عايش فيه بحال قصر، الحمد لله بخير، انا عايش فيه بحال قصر، ها هي اخوتي بغيت اطمئن قلبي، ما كرهش اللي يخلص عليا هاد البيت، يخلص لي كراه ولا يشوف لي شي محسن 10000 ريال، البيت كيتكرا ب 14 وب 16، مولاتها مسكينه ما كنتش مجوج.
أمال علاش مع الناس مجوجين، أنا محترم راسي والناس محترمين الله يرحمهم والدي، دابا اش كيطرى؟ كان يا خويا ب10,000، هاد الناس كما قلت لكم كنت مجوج، ملي طلقت المدام بقيت جالس معاهم، شافوني محترم راسي ما قالوا لي خرج ما والو، بقيت جالس معاهم الله يعمر لهم الدار، مرة يطيبوا يذوقوني، دايروني بحال ولدهم بحال خوهم، بحال أي حاجة. خويا ايمن كيوصل راه الشهر كتشدني الخلعه، كتشدني اخوتي الخلعه القلب كنخاف نتلح في الزنقه، نقدوني اخوتي قبل ما نتشرد، محارب نفسي 53 عام وانا عايش بالاعاقه، راه اخوتي مسؤول الجمعيات، ما كاينش اخوتي عمري شي واحد زعما استفدت منه من شي حاجه، ربي كبير. 06 45 44 06 45 خويا أيمن 78 44 97 06 45 78 44 97. يعني مشاهدي أنا شفت أنا أودكم الهاتف ديال رضوان 06 45 78 44 97 اللي بغا يتواصل مع رضوان هذا هو الرقم الهاتف ديالو. آمين. وديني ولده، وديني خوه، ولي